اول حاجه بجيب عند الافوكاتو ببدا ان انا لو ناشفه معاكي ما ينفعش ان انت تغملي وتقومي شغاله بيها على طول، وطالما طبعا عشان طبعا الاكسده لازم ان انت تبقى بعد ما تقشريها تديها عصير ليمون عشان ما تسمرش. لو ناشفه معاكي بتلفيها بورقه زبده وتحطيها في مكان يكون ضلمه شويه مظلم اي مكان بالظبط يومين اتنين هتلاقي طريه معاكي تبدا انت تشتغلي بيها مش في التلاجه. اقطعها شرايح ورفيعه جدا كده اهوت. بنبدا ان احنا ايه نعملها شرايح رفيعه جدا، وبعد كده بقوم جايب عندي البوله، نجيب عندي الخس بعد ما جبت الخس الله ينور تسلم ايديكم. تعالى يا باشا ايه نحط عندنا الخس مع الافوكادو الاثنين مع بعض اهم، نقوم حاطينهم بعد ما قطعناهم شرايح، بعد كده نقوم حاطين عندنا طماطم شرايح، طماطم شرايح، بعد كده نقوم حاطين عندنا الذرة الحلوة تمام، نص بصلاية كده يا سلام، لو بصل أخضر يكون أفضل، نقطعها شرايح رفيعة جدا نقوم حاطين هلا سلطة في التاريخ. طيب خدناها كده اهوت قفلناها تمام، وقفلنا كل الحاجات اللي مع بعض، تعالوا نعمل عندنا ايه الدريسنج بتاعها اللي انا هحطها عليها من فوق. تعالوا ناخد عندنا الحاجة اللي انا هحطها عليها، زبادي، ثوم مفروم، شوية بقدونس مفرومين، عصير ليمون، وبعد كده نقوم واخدين عندنا مضرب كده اهوت، نقلب كل ده مع بعضه، زيت زيتون، الله الله عليك، هم واخدين عندنا كده اهوت كل ده مع بعضه يا باشا، وحاطينه على الافوكادو اللي احنا عاملينه، واحلى شويه سلطه في التاريخ ناكلهم، شويه ملح صغيرين، ويا سلام بقى لو انت مثلا عايزه تعمل ايه، تشوي دجاجه ولا حاجه وتحطها عليها، تشوي مثلا ايه صدر مثلا تجيبيه، او قطعتين اتنين من الفليه وتتبليهم، ونبدا ان احنا ايه نحطهم عندنا في السلطه ديت على السلطه من فوق.